جرت العادة على أن شهر رمضان هو موسم التنافس لعرض حصيلة المجهود الفني في ليبيا، لتنتظر المشاهد على مائدة الإفطار الأعمال الدرامية التي اعتادوا عليها. وبين سقف الطموحات وسقف الأفكار والمضامين، تتأرجح الذائقة في حالة دؤوبة للبحث عن ما يشبع الرغبات في موسم فني يفترض أن يلامس أوجاع المواطن ويتحدث باسم معاناتهم من جهة، وبين طرح يضع يده على جرح القضايا المتناقضة التي يعج بها المجتمع بين مؤيد ومعارض. ولا يخلو الأمر بطبيعته من وخزات النقد للوضع السياسي والمعيشي. أليس الفن هو مرآة المجتمع وبراحهم الذي ينقل معاناتهم بحثا لحلول لها ويعالجها، أم أنه غدا سوقا يلبي الاحتياج وفق المتاح وكأنه تجارة لا غير وإن كان خالي المضمون؟ شهدت المائدة الرمضانية هذا العام تنافسا كبيرا بين الأعمال الدرامية، والتي في مجملها تعد محاولة جادة لخلق مناخ فني جديد. فقد شهدت الساحة عدة أعمال، منها على سبيل الذكر لا الحصر مسلسل حسن وكناين الذي أنتجته قناة الوسط، بينما أنتجت قناة سلام مسلسل ابنات العم الذي عرض على شاشتها وكذلك على منصة شاهد لأول مرة، بينما تواصلت سلسلة المنوعة الرمضانية لموسمها السادس شط الحرية والذي عرض على قناة المسار، وكذلك على ذات القناة عرض مسلسل ليستا. تباينت على ذلك ردود الأفعال الشعبية والتي تابعناها على منصات التواصل الاجتماعي بين الإعجاب والاستهجان وبين النقد تارة والهجوم تارة أخرى. إلا أن اللافت للانتباه في هذه السنة ظهور وجوه فنية جديدة وشابة على الساحة، لاقت هذه الخطوة استحساناً واسعاً سواء على صعيد الأداء والحضور أو على صعيد القبول الشعبي، الأمر الذي بدوره يساهم في إثراء الساحة الفنية التي شهدت عزوفاً في فترات سابقة جراء الحروب والأزمات المتتالية التي شهدتها البلاد. وفي السياق ذاته تظهر لنا جلياً العلاقة بين المنتج والمتلقي من خلال الفضاء الأزرق عبر شبكات التواصل، الأمر الذي وضع المنتجين والمخرجين في تحدي عصر السوشيال ميديا، حيث يتحول المتلقي إلى ناقد يمكنه التفاعل مع العمل رفضاً أو قبولاً، وإن كان هذا له ميزاته وعيوبه، وأدى إلى ولادة ظاهرة جديدة وهي النقد اللحظي وإطلاق الأحكام عبر البوستات أثناء عرض الحلقة وقبل حتى اكتمالها، إذ أصبح المشاهد في عصر السوشيال ميديا شريكاً في تلك البرامج. ولعل المنتوج الفني الليبي بدأ في مواجهة حقيقية بين فكرة العمل ومضمونه وبين ذائقة المشاهد، ولعل الثقافة في كل البلدان هي المناخ الحاضن للممارسات، إلا أنه ثمة فرق بين الثقافة والعمل الثقافي أو الفني، والذي من مهامه الاشتغال على هذا المناخ الذي يحوي قوة ثابتة أو محافظة من عرف وتقاليد محلية، بينما يظهر العمل الفني مشاغبة في تصميمه حيث يستهدف تناقضات هذا المناخ وقواه ويفضحها. فهل كانت عملية الخلق الفني في شهر رمضان قادرة على احتواء كل هذه التناقضات وساهمت لتأسيس ثقافة مجتمعية وخرجت من دائرة التكرار إلى النمو؟ وهل انتقلت من المحلية إلى فضاء عربي أرحب، أم أنها لا تزال رهينة الإنتاج الذي يجعلها تدور حول نفسها ولم يجعلها تلبي حتى سقف طموحات المجتمع المحلي؟ إذن للنقاش دعوني أرحب بضيوفي. ينضم إلي كل من الناقد الفني والكاتب الروائي الأستاذ منصور أبو شناف، وأيضا ينضم إلي رئيس مجلس إدارة شركة نايا للإنتاج سيد عماد بن حامد، وتنضم إلي أيضا الفنانة عواطف العربي. أهلا بكم. بداية أبدأ معك سيد منصور أبو شناف، باعتبارك ناقدا وأكاديميا متخصصا، كيف تقيم أبرز الأعمال الدرامية في شهر رمضان المبارك، ويعني هذه الأعمال بشكل عام؟ يعني نعم، بداية كل سنة طيبين طبعا لك ولكل مشاهديكم. ثانيا طبعا شاهدنا هذه السنة باقة من الأعمال، وأول ملاحظات هي بداية تحول الليبيين من المنوع الخفيف إلى
محاولة تقديم الدراما أو المسلسل الدرامي، وهذه نقلة مهمة ربما بدأت التجربة من السنوات الأخيرة ولكن بدأت تترسخ أكثر فأكثر. ما شاهدناه من أعمال حقيقة، أول ملاحظات أنها هذه الأعمال شهدت تطور إلى حد كبير، يعني من ناحية كتابة السيناريو، من ناحية الإخراج، من ناحية أداء الممثل، من ناحية الإنتاج طبعا، وربما من أهم العوامل البارزة أو النقلة المهمة اللي تمت في العمل الليبي هي سقف الإنتاج ارتفع قليلا، يعني لم يعد بنفس الإمكانيات الأولى، أصبح الآن في إنتاج أفضل، وليس هو الإنتاج المطلوب طبعا الطموح، ولكن هو فيها تحسن. أيضا لاحظنا أن فيه مخرجين، جيل جديد من المخرجين يثبت أقدامه بشكل كويس ويبدأ بشكل متمكن إلى حد ما، وأيضا لاحظنا جيل جديد من الشباب يقدم بشكل حقيقة لافت للنظر، يعني كممثلين وممثلات. ضمن الموضوع الأساسي ممكن لحلقتكم هو مواضيع هذه الأعمال. حقيقة هذه الأعمال في غالبها أحسن وكناينة بيس سنة العم إلى آخره، أشد طبيعة طبعا شيء آخر. هذه الأعمال هي لم تخرج أو لم تبتعد عن الفن الليبي، عن المشاكل الليبية. ربما الملاحظة الأساسية هو طرح الفساد المنتشر في البلد، بذلك بتصوير هذا الصراع بين عصابات المعنى، عصابات الخطف، عصابات الاخره، وكلها عوامل تحريك هذه الاحداث هو المال والسيطره او السلطه. اعتقد ان الليبيين يعانوا من هذه الازمه، ونحن نلاحظ ان هذا التماس الى حد ما يبدو جليا واضحا كموضوع. يظل طبعا شق الحريه بنكهه الاخرى، واللي يحاول يقدم كل مشاكل المجتمع الليبي قديمها وجديدها، ويسعى حتى الى تقديم المستقبل في الامام الامور بشكل. طيب سيد منصور، نعم استاذ منصور، نعم يرى البعض ان هنالك اعمال لامست الواقع الاجتماعي برغم تنوعها في ليبيا، في المقابل ان هنالك بعض الاعمال ربما استهدفت ثوابت المجتمع وشوهت الذوق العام. يعني للتركيز في هذه النقاط، ما رايك في 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 هذه الاعمال التي قد تكون مثل ما يرى البعض من المتابعين انها تكون قد سلطت الضوء على القضايا الهامه للمجتمع واخرى قد شوهت الذوق العام؟ يعني طبعا في اشكاليه في المجتمع او في علاقه الفن بالواقع. الفن لما بيصور فساد، لما بينتقد الفساد بصوره، فهو يعني لابد ان، وهذا المدخل اللي كثيرين من المنتقدين قالوا انه هو شوه الحياه العامه الى اخره، ولكن هذا التشويه موجود في الواقع، والفن يريد ان يطرح او ان ينبه الناس الى مظاهر الفساد، الى اشكال الفساد، الى اشكال الحلم الاخلاقي، الى كل هذه المسائل، ومضطر الى تصويرها. ولذلك انا لا ارى ان بعض الاعمال والى اخره شوهت، ولا زي ما كما يقال يعني هي قدمت صوره عن هذا الواقع، عن هذا الفساد، عن هذا الانهيار، عن هذا الخراب. صورتها بكل ابعادها الاخلاقيه والماليه والاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه، حاولت ان تقدمها بشكل يعني طرحها امام الناس، يعني الفن مراه لهذا الواقع اولا. مجال الفن اولا هو الثاني. انا اعتقد ان غالبيه الاعمال، يعني غالبيه الاعمال هي عالجت مشاكل ليبيه وقدمت مشاكل ليبيه. يعني لو شفنا في ليستا اعتقد ان المخطوفين والطلب الفدي والى اخره، هذه اعتقد انها مساله عشناها وموجوده في الواقع. في بنات العم نفس هذا الصراع، يعني هذا الصراع والتغير وهذا، نعم، وكل طيب. هذا العنف والى اخره موجود.
ما قد مشت الحرية أيضا موجود لكل عادات حتى العادات التي تقيد القبيلة. أنا أعتقد أن في جيل من الشباب ليس في الدراما بس طيب. في كل شيء، في الأغنية، في المسرحية، في الرواية، في القصة، في إلى آخره، يحاول أو حاول أن يقدم رؤيته للواقع. طيب لذلك نحن ممكن نقول على الأقل الأعمال غالبيتهم شباب يعني المخرجين مثلا. نعم، على ذكر هذه الجهود الشابة، اسمح لي على المقاطعة أستاذ منصور، أنتقل لي سيد عماد بن حامد. هل يمكن القول أن هنالك قصور في إدراك حدود تطلعات الجمهور وفهم حقله الثقافي العام؟ البعض يرى أن الأعمال الدرامية لم تلامس هموم المواطن بدرجة كبيرة وطغى عليها الطابع التجاري على حساب الرؤية الفنية، بمعنى أنه لا يوجد معالجة أساسا. لا طبعا، في البداية مرحبتين مصباح، وأنا فرحان بشوفتك بعد فترة طويلة. أهلا مصباح، يعني خلينا نتكلم معك بصراحة. بالعكس، المسلسلات الليبية السنة هذه ناقشت أهم قضايا اللي يمر بها المواطن الليبي. تعال أول شيء زي ما قال من شوية الأستاذ بوشناف ورجال التحية، ناخذ على سبيل المثال ليستا ناقش عملية الخطف، القصة الكبيرة اللي هذه قاعدة تصير. اوكي، قلت في السنوات الاخيره، لكن قصه كبيره موضوع الخطف. نمشي لاهم نقطه في ليستا، كانت اللي هو مجتمع السوشيال ميديا والحياه الانفلونسر او الناس اللي متاثره بالسوشيال ميديا من شخص سواء سلبي او ايجابي، هذا اللي تطرقنا له. لما نمشي نشوف احسن وكناينه يناقش في كل ما يحدث في البيت الليبي، لو مش في بيت مصباح في بيت عماد، الكنة اللي كيف تدير، والصغار خايفين على أمهم، قضايا في كل بيت ليبي ما نقدروش ننكرها. بنات العام كذلك ناقش قضايا لها علاقة بحياة المواطن الليبي. فما أعتقدش ما فيش في قضايا تجارية، يعني بالعكس المسلسلات الثلاثة اللي ذكرناها توا ناقش قضايا تهم وتلامس حياة المواطن بعيدة كل البعد عن الشق التجاري. طيب، أنتقل للعواطف العربي قبل أن أذهب بك إلى سؤالي. أهلا وسهلا بك، ونحتاج إلى فهم دورك أو نبذة لكل أو نذكر الناس بدورك داخل هذا المسلسل، مسلسل حسن وكناينة. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا مصباح، اهلا استاذ بوشناف، واهلا اكيد الاستاذ عماد وللساده كل الساده المشاهدين. سالتني مصباح على دوري. دوري هو طبعا مش ما نقدرش نقول لك انه هو دور اساسي، بس هو مكمل للمشكله اللي صايره في كل بيت ليبي، اللي هو زي ما ذكرت حضرتك وتكرر الاستاذ عماد، ان هذه بعض المواقف او جزء من المشاكل اللي في مجتمعنا الليبي، اللي متعودين عليها، اللي نسمع بها، اللي متعارف عليها. دوري هو اني انا ام لاثنين اولاد، وزوجي اللي هو استاذ شكري شكاب في دور بشير، نسي عليهم كلهم طبعا، اكيد المخرج الكبير مصطفى كرماجي، والكاتب العظيم اكيد عبد الرحمن حقيق، ولكل الفريق طبعا اكيد بنوجه لهم التحيه. ودوري هو زي ما حكيت لك أستاذ مصباح، هو استثنائي نوعا ما. ليش؟ لأن دور الشخصية الهادية، المرأة الليبية اللي مدى بها تبعد عن المشاكل، حتى لو كان الموضوع فيه رزق وفلوس وكذا، مدى بها أن عائلتها بخير، أولادها بخير، زوجها بخير، حتى لو كان الرزق هذا بيجيبوا لهم مشاكل فهي مستغنية عليه. ولاحظنا في المشاهد اللي شفناها في المسلسل ان هي دائما تنصح في اولادها وزوجها انه هو يبعد عليه حسن وعلى مشاكله وانه هو يحتك بيه. طيب استاذ عواطف، يعني التقييم لهذا العمل، عمل حسن وكناينة، برايك هل نجح المسلسل في تقديم صورة إيجابية عن قدرة الليبيين على تقديم دراما متقدمة من حيث أدوات صناعتها؟ يعني ما هي الأدوات التي من المفترض أن تتوفر في مؤدي هذه الأدوار؟ وأيضا يعني حتى تحدث حتى على قدرته من أجل استيعاب النص ممثل الدور. يعني شوف، هو النقطة الأساسية في الموضوع في أنك أنت تأدي الدور أو تأدي الشخصية بشكل
يحبها المشاهد ويقتنع بها. هي الموهبة بالدرجة الأولى طبعا، وأكيد مع التدريب والتمرين والتعاون، إن كونك أنت حتكون ضمن فريق متعاون هذا شيء أساسي مهم في إن العمل يكون ناجح ويعطي فعلا الصورة أو الرسالة توصل بالشكل المطلوب. طيب أنت بس نعم. مش صعب الموضوع على فكرة، الناس اللي عندهم موهبة ما مش صعب، لأني أنا متكلم على نفسي طبعا، أنا ما خشتش في تدريب ولا درت ورش عمل ولا شيء، بس هي قصة الموهبة. نعم الموهبة وهضمت الدور أيضا، يعني حسيت أنك أنت هضمت الدور لذلك استطعت أنك أنت تأديه بشكل مقنع للجمهور. بالضبط، هذا أمتى استنبطت الموضوع هذا أستاذ مصباح؟ نعم أول مرة لما اشتغلت كاميرا خلفية. نعم. أول ما اشتغلت الكاميرا خلفية وعشت المشهد وعشت الدور وكيف أقنعت الناس بأنها فعلا مشهد حقيقي، وصل بي لدرجة أن من كثر ما عشت الدور فعلا بكيت في مشهد من المشاهد أو أكثر من مشهد، بكيت فعلا يعني دموع حقيقيات فعلا. أنا كنت سأسألك عن أكثر مشهد أثر فيك في حسن وكنينة، وكان هذا المشهد اعتبرتيه أنه هو فعلا يجسد الصورة الحقيقية للمرأة الليبية التي تعيش في منزل وتتعامل مع عائلة من عم وزوجة عم وزوج وأبناء، الشكل الطبيعي للأسر الليبية والعائلة تمر دائما بمحطات كثيرة جدا من الفرح والحزن، من الصلح والمشاكل. أكثر موقف أثر فيك في هذا المسلسل قبل أن نذهب للأستاذ منصور؟ أكثر مشهد أثر فيه بأمانة يعني المشهد اللي كان فيه ولدي اللي هو سفيان قرفال، بأنه هو مسك ونسجن وفكرة أنه هو يبي ياخذ حقنا من أحسن بأي طريقة حتى لو كان فيها ضرر لي هو. فعلا هو المشاهد كلها وخاصة اللي تبدأ فيها انفعالات، يبدأ فيها مثلا ردود فعل، يبدأ فيها خوف ورعب وزعل وحزن، هي فعلا كلها مشاهد صراحة تأثر فينا وأثرت فينا كفريق بالكامل يعني. نعم. مجرد أن ما المخرج والكت صراحة مازال عايشين الدور ومازال قاعدين متقمصين الشخصية. نعم. فمن المشاهد اللي طيب. أثرت فيها فعلا يعني هو لما اكتشفت أن ولدي صلاح خان بفلوس وداسهم في دارة تحت الوسادة. نعم. من المشاهد اللي ممكن أي أم فعلا يأثر فيها وفعلا يعني طيب. مخيف. طيب أذهب بهذا النقطة للأستاذ منصور بوشناف. استمعت إلى السيدة عواطف العربي، وربما هذا يدفعني إلى السؤال على أهمية النص ووجوده. هنالك مجموعة من الكتاب الآن، لكن الحديث دائما عن أزمة النصوص هي، وحتى عن قلة الكتاب مع وجودهم الآن، وحتى إذا كان هنالك كتاب جدد وخريجين ويكتبون بشكل جيد، لكن الكثير منهم يناشد أن يتحصل على الفرصة من أجل أن يدخل هذا السباق الدرامي. المعاناة الحقيقية للنص هل هي فعلا واقعية أم أنها شماعة يلقى عليها ربما الشح في الأعمال الفنية وأيضا ضعف الأداء للمؤديين؟ نعم، هو طبعا بالنسبة للنص في نقص في النص اكيد يعني في زياده النص. وغير بامكانك القول ان اللي النص في هذا الجانب وفي كتابه النص وفي كتابه النص للتلفزيون قليلين جدا. لكن ايضا بالمقابل عندنا كتاب كبار يعني عبد الرحمن كبير كاتب كبير جدا يعني، وما اعتقد وربما من الكتاب الليبيين الوحيد فيهم اللي ما دارش عمل وما علمش يعني قاعد تذاكر الليبية يعني من عايدة إلى العمارة إلى جنب الريح إلى أعتقد إن لم يعني كل أعمال عبد الرحمن الدين ظلت عالقة في الداخل الليبي.
وزمان بنقول انا لو لاحظتوا ان في فرق في هذا الموسم في النصوص. تلاحظ ان نص عبد الرحمن حبيب اكثر تمكن في رسم الشخصيه، في كتابتها، في تصويرها، في ابعادها النفسيه، في حتى طريقتها بالحوار، في تمكن في الكتابه بشكل اكثر شموليه واكثر اتساع. في ايضا كتاب شباب الان وهم متمكنين، ترجمون عن كاتب خبره كبيره ومتمكن جدا ايضا يجيد هذه الكتابه، ولكن ربما ياخذ ما يمكن تسميته بالسستنس اكثر من الاثاره في صور معينه، ولكنه يتقن كتابه سيناريو بشكل ممتاز جدا. ايضا ما لاحظنا في عمل هاشم الزروق، في ايضا طبعا المعلم يعني فتحي الجاسي عنده يثبت لونه الخاص. لكن نقول ان نقصان النص نتيجه غياب الانتاج افضل. يعني ما فيش كاتب الان عنده استعداد انه هو يكتب عمل وما يصيرش الانتاج. فهو فغالبا لا يكتب الكاتب عمل للتلفزيون الا ويكون الانتاج مضمون، والا لا. اعتقد لما تنشط حركه الانتاج يضمن المنتج يدور على الكاتب حيكون في كده. حيكون تقصد ان عندما يتوفر الانتاج سيتوفر هنالك سوق، عكس من يتوفر نص وكاتب النص يبحث عن منتج. يعني الانتاج هو الاساس طبعا، هو اللي سيخلق او يجيب المنتج الكاتب والعجيب المخرج والعجيب كل هذه الشغلات اساسا على الوقت. طبعا مجال الملاحظ طبعا مش غير غالبيه الدول العربيه خاصه في ليبيا، ان الدراما صناعه باركانها المتكامله الاقتصاديه والاداريه والى اخره. احنا في مجال شغل هو ربما حقق حقيقه يعني حقق قفزه الانتاجات الاولى من لدراجانوف لجنة الريح في مجموعة من الأعمال قفز بين الإنتاج إلى اقترب منهم من شغل نعم يعني. وأيضا الآن بدينا نشوف بأن في تنافس حتى في الإنتاج وهذا الطريق أيضا المسألة المهمة جدا، أن أكيد في كتاب شباب وفي كتاب شباب الآن أثبتوا أنهم دولهم شبه ناضجين يعني أكثر يعني عكس بداية الأولين يعني تعثرت وكانت بسيطة. الآن تحس أن من البداية في تمكن إلى حد ما، في إدراك، في معرفة بالله. طبعا أنا أشير لتجربة مهمة ثانية وهي تجربة مؤيد الضبطير. أنا مؤيد الضبطير ما اشتغلش، يعني هذه تجربة في منتهى الأهمية بالنسبة للدراما الليبية، وشكلت في يوم من الأيام من التسعينات نقلة في لون التلفزيون الليبي. طيب. كتمثيل كدراما كمنوع الى اخره. طيب انتقل للسيد عماد بن حامد، بصفتك احد المنتجين لكثير من الاعمال، يعني ما هي المعايير التي تتخذونها لاختيار العمل وانتاجه، يعني وكيف تستطيعون ربما المواءمه بين ما يحتاجه الشارع وبين ما يكتبه الكاتب او ما يطرحه الكاتب من افكار خلال النص؟ كيف تستطيعوا أن ربما المواءمة بين هذين الجانبين، وما هو المعيار الأساسي لاختيار العمل الدرامي؟ خلينا نحكي معاك بواقعية، يعني بعيدا على تجميل الكلام والكلام على الشاشات اللي نسمع فيه، لكن خلينا نكون معك واقعي. المنتج إنسان بيدفع فلوس ويبي يعرف كيف بيرد فلوسه، هذه أول شيء. القصة هنايا اللي هي وين القصة اللي نقدر نسوق بها، وين القصة اللي نقدر نبيع بها. فلما جينا مثلا اخترنا ليستا نذكر فيها في بعد العيد الصغيرة السنة اللي فاتت، يعني هذا ليستا جابوا لي نضال كحلول من سنة، إبراهيم البشاري المؤلف ونضال كحلول من سنة جابوا لي الترافت بتاع الحلقة الأولى، قعدنا مع بعضنا قرينا الحلقة الأولى من يومها، يعني احنا من العيد الصغيرة بتاعت السنة اللي فاتت لا لي قبلها بدينا نشتغله. اشتغلنا عليه عندنا هي كيف تبدا حتى نوضحه للمشاهدين بكل بساطة. لما تجيك الفكرة هي بالهدرزة، القصة
انفلونسر انخطفت في الاخير طلعت هي مزور الخطف بتاعها من الخط الاول للفكره لغايه ما كيف ان هي طلعت مزوره، كيف الاحداث اللي تقدر تملى بها، شنو هي القضايا اللي ممكن تهم المواطن الليبي اللي نقدر نحطوها في النص، وكل حلقه نقدر نشد المواطن بشيء. تكلمنا على موضوع السحر، تكلمنا عليه كذا موضوع ثاني، الشباب اللي يمشوا في جره الطريق هذه، موضوع الخطف، استغلنا كذا جزئيه. هنا يا خلاص بدت عندك مقومات. هذا طبعا احنا نحكي لك قبل الكتابه، عندي فكره لها بدايه لها وسط لها نهايه، احنا نقدر نسوق يعني الصراحه يعني. وخليني نثني على قناه الوسط في تقريركم اللي كان في الاول، وقداش ما كنتوا فيه الصراحه عجبني، تحدثتوا عن كل القنوات بمسمياتها، ما اخذتوش احتنوا كناينه من انتاجات الوسط، بالعكس تكلمتوا على المسار، تكلمتوا على السلام. فانا بننتقل لقناه المسار يعني، شهاده لله جيت قعدت مع رئيس مجلس الاداره، عندي مسلسل فكرته 1 2 3، ما دخلوش معي في اي شيء في النص، لان كان عندنا تجربه سابقه ممكن السنه اللي فاتت النجدين. فهذا اللي ولد الثقه بيناتنا. طيب على سبيل هذا المثال الان، دعني اسالك، هل يتحكم الانتاج في جوده العمل عماد، وبالتالي يعني كل ما اعلنت شركه ما ضخامه القيمه المرصوده لعمل معين زادت قيمته لدى المتلقي، ام هذا المفهوم غير صحيح بوجهه نظرك؟ اعتقد غير صحيح. الدليل مسلسل خط الحريه الجزء الاول، يعني كانت التكلفه الانتاجيه بتاعها 3000 دينار وليبيا كلها تابعتها. ولكن خليني نقول لك يعني كليستا مثلا، نعطي مثال بسيط، احنا ليستا كان معنا 16 اجنبي، يعني المكياج بس الميك اب كان السيد نوجه له تحيه من العراق صديقنا جبوري، هو نفسه اللي مدير مسلسل عمر الفاروق ومدير مسلسل الزهير سالم، تمام. فاحنا اخترنا يعني الناس اللي كانوا معنا 16 اجنبي من دوله مصر، من تونس، من العراق، من الاردن. فريق العمل الصراحه التكلفه كانت في الفريق العمل او في البوست برودكشن بعدين اللي نفذناه في مصر، والصوره كانت واضحه للناس يعني. حاولنا ان احنا نركزوا في الصوره يعني، حتى الكاميرات جت من مصر. شهاده لله زي ما قلت لك الكلام اللي كنت اقول فيه مصباح، القناه ما بخلتش علينا يعني، ما كانش المماكسه عرفت هذيك، خلينا نتكلم بلغه السوق، متعرني مسلسل بيكلفني زوز لا نعطوك 1.5، لا الصراحه كانت لغه الارقام غير موجوده، وهذا خلى علينا مسؤوليه اكبر يعني، ما عندناش حجه نقدر نلجؤ لها. فبالنسبه لجزئيه ثانيه اللي بنتكلم عليها، الوجوه الجديده اللي تكلمت عليها، طيب حنجوها استاذ عماد، حنجوها الوجوه الجديده حنجوهن ما زال، لكن اسمح لي نذهب الى هذا الفاصل. وقبل ان نذهب الى هذا الفاصل ارحب بالممثل عز الدين الدويلي ونعود اليه بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل واياكم نسخه للراي العام، ابقوا معنا. إذن مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مجددا في نسخة للرأي العام، ورحب مجددا أيضا بضيوفي الأستاذ الكاتب والرواية والناقد الأدبي الأستاذ منصور بوشناف، وأيضا الأستاذ عماد بن حامد رئيس مجلس إدارة شركة نايل الإنتاج، وأيضا الأستاذ عواطف العربية الممثلة، وأيضا السيد عز الدين الدويلي الممثل. أهلا وسهلا بك سيد عز الدين في نسخة للرأي العام. كممثل شاركت في العديد من الأعمال الرمضانية، كيف تبعت الأعمال التي طرحت في شهر رمضان حيث النص والإخراج، وبرأيك هل كانت هنالك أعمال من المفترض أن تكون موجودة على مائدة الأفطار لكن حال الإنتاج بينها وبين إنتاجها أساسا موجودة على الشاشة هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبتين بك اخوي مصباح، ومرحبا بضيوفك الفنانين الاعزاء استاذ منصور واستاذ عماد والفنانه الاخت عواطف. حقيقه هذا الموسم يعني ما حصلناش فرصه يعني، رغم اننا كنا جاهزين ان نقدموا عده اعمال ما بين الدراما وما بين الكوميديا والمنوعه. شهاده يعني كغيري من المهتمين بالدراما والفنون
في ليبيا بعض الاعمال حقيقه نظرا لضيق الوقت، يعني اغلبيه يعني كنا نتفرجوا فيها على الانترنت. للاسف الشديد يعني بكل صراحه يعني السنه كان موسم ضعيف جدا للانتاج الدرامي الليبي، مع طبعا احترامنا الشديد لكل الاعمال التي قدمت، يعني جهد كبير جدا خاصه هناك اعمال دراميه كبرى، اعمال الاستاذ عماد واسامه رزق والاخوه حسان وكناينه، يعني يعتبرن هذين الثلاثه من الاعمال السنه اللي فيه جهد واضح يعني خاصه فيما يتعلق بالانتاج. ولكن خلينا نقول حاجه، يعني للاسف الشديد يعني تتعب وتقدم جهد كبير مقابل انها ما تلقاش مشاهده. يعني السنه نحكي لك بصراحه انا مهتم جدا بالراي العام، مهتم جدا متابع يعني في 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 راي الناس، يعني بما اني فنان وممثل يهمني الشارع اولا ان في التقييم، يعني ما فيش نسبه مشاهده حقيقه، يعني كل اللي يتفرج على هذه الاعمال الناس اللي خدمتها الناس اللي قدمتها ونسبه بسيطه، والدليل ان السوشيال ميديا لا تخفي ما يعني ما تطمرش في شيء، يعني عرفت ما شفنا ما فيش اي لا تعليقات لا مقارنات لا منافسات، يعني للاسف كان موسم ضعيف جدا وعندي اسبابي منهم ذكروني الجماعه وبعون الله سنقول لك. ايضا هناك غياب كبير 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 جدا جدا على صعيد اعمال المائده، يعني السنه في رمضان على عكس كل السنوات السابقة الأطفال المقياس الأول للمشاهدات خاصة في الأعمال الطريفة والأعمال الكوميدية ما فيش مشاهدة، الناس كلها يعني للأسف تتفرج على قنوات عربية أكثر من القنوات الليبية. يعني أنا شخصيا مستاء جدا من الوضع اللي ساير، وما نش متهم به الفنانين، متهم به قسم الإنتاج في أي قناة خاصة قنوات الدولة اللي سنة حرمت حقيقة الكثير من الفنانين، ومن هنا شخصيا يعني كنت جاهز بعملين، عمل دراما وعمل منوعة. للأسف الشديد يعني قبل رمضان ثلاثة أيام أربع أيام يتواصلوا معك ويقولوا لك هيا نبدو نشتغلوا، رفضنا طبعا نظرا لأن نحن وغيري من الذين يعني يسعوا إلى تقديم فرجة محترمة تليق بالمشاهد الليبي، ما نرضوش أن نقدم أعمال تاعت كيف ما نقولوا في مصطلحاتنا أنا شبش البك، ومغير من اجل ان نظهروا على التلفزيون او انت من أجل حسنة من الناس. نعم شك شربك انت عندك سوابق فين، انت من قبل عندك شك فك اعتقد استاذ عز الدين. بالضبط طبعا نحن من المجتمع ونفسي في افكاري كلها من مصطلحات الشارع، لان الشارع الفن الحقيقي هو اللي موجود في الشارع. طيب كان في شك فك وتوا شك شربك. نعم طيب انتقل للاستاذ عواطف، يعني كفنانين تتابعون ردات فعل الجمهور والمتابعين والمشاهدين، ودائما نجد هذه ردات الفعل عبر السوشيال ميديا، ويعني سواء كانت هذه ردات الفعل او التعليق بالايجاب او بالسلب، وتختلف ذائقه الجمهور حسب مناطقهم وثقافتهم، بذلك تختلف ذائقتهم الفنيه. كيف تستقبلون هذه الردود وكيف تتعاملون معها؟ ويعني هذا التقييم المباشر من الجمهور أعتقد أنه ممكن أن يقيم هذا العمل من أول حلقة وبداية أول حلقة، ربما في منتصف الحلقة وقبل حتى أن تنتهي، كيف يؤثر ذلك عليكم أنتم كفنانين وكيف تستقبلوا هذا الرد؟ أكيد هو رأي المشاهد مهم جدا، خاصة لأن احنا كممثلين وكمخرج وفريق عمل يهمنا كلنا ان نجاح العمل. ردود الافعال والتعليقات اللي كانت على مسلسل حسن وكناين على السوشيال ميديا بصراحه بالنسبه لي يعني حسيت ان هي كلها ردود الحمد لله رب العالمين، كانت فيها نوع من الانتقادات اللاذعه، بس مع هذا الايجابي اكثر، فهموا الفكره وفهموا الرساله، والكل بيت ممكن ليبي المس جزء من المشكلة اللي عرضها المسلسل. بالنسبة لي أنا الحمد لله رب العالمين ممكن كوجه جديد في المسلسل وفي الدراما بشكل عام ما حسيتش أنه في تعليقات، يعني بالعكس أنا أول ما بدأت التعليقات والناس ورايهم في المسلسل وفي شخصية مريم وفي أنا شخصياً عواطف العربي حسيت شوية نوعاً ما بالارتياح.
في البدايه كان خوف ورعب وتوتر، وان اني ما نقديش، اني ما نكونش في المستوى، ان المشاهد ما يتقبلنيش. بس بمجرد ما بدا المسلسل، الحلقه الاولى الثانيه الثالثه، الحمد لله التعليقات كانت حلوه صراحه ومشجعه جدا. الواحد حس براحه هيك، وحس بفخر، وحس بانه هو فعلا انجز. طيب الحمد لله. نعم، لكن هنالك سؤال اعتقد انه يطرح حتى من قبل المشاهدين والمتابعين لهذه المسلسلات، والكثير تابع حسن وكناينة وبقية المسلسلات منهم المجموعة الموجودة في رمضان، لكن السؤال هو ما المقومات التي تجعلك أنت كممثل أن تقبل بتأدية هذا العمل أو هذا الدور؟ يعني هل هو النص، أم الأمور هي ربما مادية أم تقنية، أم بزخم الإنتاج والشخصيات القائمة على هذا العمل، أو الأسماء الكبيرة الموجودة داخل هذا العمل أيضا مشاركة؟ ما الذي يجذبك أنت كممثلة من أجل القبول بهذا الدور؟ بصراحة مصباح، كل العوامل مهمة، كل العوامل صراحة. المخرج كونه مثلا شخص معروف ومخرج ليها تاريخ أكيد مهم، انك انت تشتغل مع نجوم فهذا مهم جدا بطبيعه الحال، لانك انت اكيد تبرز بالشكل المطلوب وتستفيد بنفس الوقت، كانك انت طلعت مع ناس معروفه، اسامي ممثلين نجوم كبار، هذا اضافه لي انا، مش اضافه ليهم هم على فكره، هذا مكسب لي انا في حد ذاته يعني بالدرجه الاولى. غير هيك طبعا اكيد الجانب المادي مهم جدا. يعني الإنسان لما بيشتغل شيء أكيد الجهد اللي هو بدله أكيد بياخد مقابله ما يستحق طبعا. أكيد أنا بصراحة ضد فكرة الاعتراض في المبلغ المادي، لأن لكل مخرج رؤية، كل مخرج مثلا حسب لازم تقول يعني الوجوه الجديدة دائما مزدي النجوم، أكيد تعامل معهم موضح. نعم واضح. المادي يعني حتى الجانب المادي يفرق، عرفت؟ نعم. طيب أذهب. نعم نعم. عذر على المقاطعة أستاذ عواطف، أذهب للأستاذ منصور بوشناف. السؤال الذي دائما يتكرر، خصوصا أن السيد الأستاذ عز الدين الدويلي قال أن الكثير ربما من الأعمال لا يتم متابعتها في رمضان أو تعاني من قلة المتابعة رغم الإنتاج لها والمصاريف التي تصرف على هذه الأعمال. دعني أسألك الآن، لماذا يتم يعني دفع كل هذه الأعمال أو ضخها في شهر واحد وهو شهر رمضان، ومحاولة الاستحواذ على الموسم الرمضاني والظفر بأن يكون أفضل مسلسل وأكثر متابعة، بينما لدينا عام كامل خالي من أي شغل درامي أو عمل درامي ربما يكون متواجد على الشاشة الليبية تنتج أي شركة أو أي تلفزيون؟ عملية الاستحواذ على هذا الشهر وترك باقي العام، ما الذي يصر المنتجين الليبيين على الاستمرار في هذه الثقافة الآن، وكيف ممكن أن تتغير؟ نعم، هي يبدو لي أنها ثقافة ترسخت في الوطن العربي كله، يعني أن يعني ما يمكن تحديث ذروة المشاهدة تكون في رمضان، ولذلك يتكدس إنتاج كثير في رمضان، رغم أن يعني رمضان كم بعد الفطور الناس كم تشوف عمل. وفعلا وانا قلت بكري ان الدراما صناعه مش شغل اخوات، صناعه تبدي الديمومه الاستمراريه تراكم، كل هذه الاشياء نحن نفتقدها. يعني يكفي انت مثل الممثل ولا المخرج يقعد سنه كامله ما يشتغلش، من السنه يشتغل مره واحده، بينما لو فيه استمراريه كان حيكون التمكن اكثر والخبره حتكون اكثر. اعتقد في بلد زي ليبيا حاكمها في القصيص، يعني القصيص كبير، يعني انت كمنتج مثلا متحكمه فيك ظروف ان القنوات نفسها ممكن ما تاخذش منك الا في هذا الموسم فقط. والكل يبدي في هذا الموسم بالتحديد، فاعتقد ان السوق هو اللي فرض هذا، رغم ان السوق لو غامر ودار فكره المداومه والاستمراريه لا
المكاسب ربما استمرت اكثر خلال العام. نعم يعني السوق هو فرض نفسه، يعني نستطيع ان نقول ما يطلبه المشاهدون على حسب ما يحتاج السوق نحن نوفر يعني. صحيح، وهي الان حتى فنيا بدنا يطلبه المشاهدون، فهمتي؟ وهذه راهي فيها اشكاليه يعني. هل انا بنقدم فن بنحاول هذا الفن ان ينهض بهذا المجتمع؟ هل يعني ربما في اشياء معينه في المجتمع؟ نعم تكون القصه. طيب نعم، انتقل للاستاذ عماد. اعتقد نعم. ان السيد هنا الاساس. طيب اعذرني على المقاطعه لان المتبقى لي من الزمن قليل. سيد عماد، يعني طريق صناعه الدراما التلفزيونيه في ليبيا يعتبر طريق يعني قصير، كما انه شائك ومليء بالعقبات، وحضرتك بدات طريق مهم في مجال هذا الانتاج. كيف صار منتجو المسلسلات التلفزيونيه الليبيه على هذا الطريق؟ وهل اثر الظرف السياسي القائم الان والامني الذي تعيش البلاد منذ سنوات في مضامين الدراما التلفزيونيه؟ بعجاله لو سمحت. لم يؤثر، والدليل احنا لم نستخدم يعني قضايا اللي قاعده تصير في الوضع السياسي الليبي. احنا لو استخدمنا قضايا اللي حتصير في الوضع السياسي الليبي ونقدر نديروا 100 مسلسل في اليوم، فما تعرفش ممكن تخوف تحفظ البعد عن السياسه. لكن بما ان باختصار ضروري ما نرجع لسؤالك اللي سالته من شويه الاستاذ شناف، عمليه ليش ما فيش مسلسلات في الايامات العاديه، نجاوبك في اقل من دقيقه. أنا اليوم ننتج مسلسل مصرف عليه 2 3 مليون، أنا حتى لو خذيت الخطوه وجيت للوسط وقلت له تعال اشري مني يا وسط، الوسط مش حيشتري مني في موسم غير رمضان، وحتى لو شرى مني الوسط في موسم غير رمضان مش حيلاقي شركات راعيه تقبل ان هي تخش في موسم غير رمضان. فهي العمليه للاسف افرضها مش المنتج ولا القناه ولا الممثل، افرضها الشركات الراعيه. يعني زي ما يقول الاستاذ منصور، يعني هو سوق، وسوق يعني هو محصور في رمضان لكن ما فيش سوق بقيه العام. بالضبط، ممكن لما يبدا عندنا منصات خاصه بنا في ليبيا هذا الشيء يخلق مساحات ويخلق اوقات ثانيه نقدر ننجو فيها غير رمضان. نعم، طيب سيد عز الدين، الانتاج في ليبيا كان منذ سنوات او قبل 13 عاما كان محتكر للدوله وهي من تنتج في هذه الاعمال. بعد الثوره دخلت الشركات الخاصه واصبحت تنتج. برايك اي شيئين افضل، انتاج الدوله ام الخاص؟ وكيف من الممكن أن نقارن بين هذا وذاك؟ تفضل. بالنسبة للإنتاج يعني قبل 13 سنة رغم احتكاره لكن كان في شغل، وأغلب الأعمال اللي قبل 17 فبراير علقات في ذهن أي مشاهد ليبي. عد ما شئت من السبعينات، مع أني مش من الجيل، ولا من بداية بروز الدراما الليبية المشتركة، الأعمال اللي كانت من إنتاج تلفزيوني الليبي ولكن قاموا بجلب فنانين من لبنان ومن سوريا وكذا، أعمال ناجحة إلى الآن، حتى لما يعاد بثها تلقى نسبة مشاهدة رغم أنها قديمة. وسمي ما شئت من أسماء كثيرة، أشهر المسلسل اسمه العمارة، هذا مشهور في أي قناة تعرفها ما تملش منه، رغم أن الإنتاج محتكر ولكن كانت فيه قيمة صراحة، قيمة تمثيلية وقيمة فنية، رغم يعني الإنتاج الضعيف خاصة فيما يتعلق بأجور الممثلين، ولكن كنا نتفرج وكبرنا عليه بعض الأعمال الجميلة صراحة، سواء يعني عندنا هنيان، سواء يعني في المنطقة الغربية صراحة أعمال كبيرة. بعد 17 فبراير صراحة ما نبيش نقول كثر المنتجين، يعني للأسف ما عندناش منتجين. مفيش منتجين، يعني اغلبيتهم رجال اعمال، واحد صاحب حلواني، واحد صاحب شركه، خلينا نحكوا يعني الاسماء اللي نسميهم. يعني في السنتين الاخيره فيش مع بعض شركات الانتاج وشغلها مقتصر بصراحه على اعمال اعلانيه ودعايات، ويصوروا في سيمينارات وافراح تحت مسمى شركه انتاج. يعني للاسف الشديد رغم التقنيه الاليه ورغم الامكانيات الماديه الهائله، للاسف الشديد صراحه نشوفه في اعمال
يعني السنة وعام الأول بما فيهم حتى أنا يعني قدمت عدة تجارب يتفرج عليهم مرة هو يعني فيهم أخطاء وكذا ولكن عاد هو واحد يحاول إنه يدير شيء وخلاص بصراحة يعني طيب. مشكلة الإنتاج يعني لو نبغى نقارنه بالنسبة من قبل كان أفضل رغم الاحتكار طيب باختصار أستاذ عز الدين قبل أن أنتقل إلى سيدة عواطف بعجالة ما رأيك في الوجوه الجديدة التي خرجت الآن على الشاشة موجودة وتجسد في أدوار ربما البعض منها ليس لديه خبرة لكن موجود وأدى دوره بكل إتقان يعني بعجالة لو سمحت بصراحة طبعا في وجود جديدة يعني لا قوة إلا بالله لكن بحكم خبرتي البسيطة يعني في مجال المسرح والتمثيل السنة شفنا نسبة 95% من الوجوه الشابة اللي والله العظيم يعني للأسف كان ظهورهم سيء ما فيش إقناع ما فيش دراسة شخصية يعني ما عادش عرفت أنهم فرحين أنهم بيطلعوا في التلفزيون يعني بحيث أنهم يشوهونه صراحة يعني كان أغلبية الأعمال طلعن فيهم شباب بصراحة يعني للأسف واضح يعني واضح أنهم يحبوا التمثيل ولكن ينقص من جانب المعرفي والتدريبي والأخطاء اللي يطلع فيها شركات الإنتاج يعني ما تقدرش ورش عمل في كاستنج حتى في كاستنج وبالتالي يطلع بشكل بائس الممثل طيب أعود لي أستاذ عواطف كيف تتابعين تقبل الجمهور لمشاركة المرأة في الفن ولعبها دور محوري في هذه الأعمال المرئية اليوم بطبيعة الحال أحدثهم يعني أحدثتم علامة لدى المشاهد الآن وفي ذاكرته نحتاج إلى فهم هذه النقطة من فضلك سؤالك يا تقصد يعني هل تقبل تقبل الجمهور لمشاركة المرأة تقبل الجمهور في مشاركة المرأة في الفن ولعبها أدوار محورية يعني بالعكس أنا شايفة أن ومنها أدوار مثيرة للجدل أخ أنت تقصد مثيرة للجدل ومحورية أيضا المواضيع هي المثيرة للجدل نوعا ما لسه مجتمعنا مش واخد الوعي الكافي بأن احنا لازم نعرض المشكلة باش نوجدوا الحل للأسف يعني لسه الفكرة هذه تواجه أغلب الكتاب والمخرجين فكرة الجرأة وفكرة عرض المواضيع زي ما قلت انت الجريئة اللي ممكن تكون مسكوت عنها اللي ممكن تكون مثلا يتعرض لها المجتمع بس خوفا من الكلام خوفا من إظهار الصورة الحقيقية لبعض المشاكل اللي تكون عندنا احنا في عاداتنا وتقاليدنا عيب وما يصحش ويعني ما ينفعش ان المرأة الليبية تطلع وتجسد هذه الشخصية أو حتى لو كان تمثيل المجتمع الليبي أحيانا لا يتقبل هذا الموضوع. طيب الحضور الخجول للشخصيات الجريئة هل تعتقد أنه سيستمر في الدراما الليبية أم أنه ستحدث ربما تطور وطفرة في وجود المرأة وطرح هذه المواضيع؟ أنا في رأيي هيكون في ووجود المرأة في الدراما الليبية تحديد المرأة الليبية تحديدا لأن للأسف الشديد مع النقص اللي احنا نشوفه فيه للفنانات والسيدات الليبيات أو المرأة الليبية في الفن والدراما نوعا ما ناقص من سنوات يعني أما اليوم الحمد لله يعني تحس إنه في تشجيع في تقبل المجتمع أصلا متقبل المرأة الليبية أن هي تخش الفن وتمثل وعادي من بعد ما بدت المرأة أن هي تطلع في التلفزيون وتقدم ونشوفوها كمذيعة زي ما أنا كنت طبعا فكان الموضوع بالنسبة لي أنا سهل سؤالك هو أن هل يتقبل المجتمع أو لا أنا شايفة أنه هو حيتقبل وحيدعم المرأة في أن هي تكون شكراً في أدوار تجسد المشاكل اللي تخص المجتمع نعم شكرا لك السيدة عواطف العربية الممثلة وأيضا مشاهدين وصلنا لنهاية هذه الحلقة شكرا أيضا للأستاذ الأديب والروائي والناقد الأستاذ منصور بوشناف وأيضا للسيد رئيس مجلس إدارة شركة نايا للإنتاج عماد بن حامد وأيضا للأستاذ عز الدين الدويلي الممثل شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين على طيب المتابعة إلى اللقاء في نسخة أخرى